صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في حاشية الجمل على تفسير الجلالين؟ حاشية جيدة وحافلة بالمعلومات فيستفاد منها، وإن كانت لا تخلو من الأخطأ، لكن طالب العلم يستفيد منها. ونحن كنا يوم في المعهد يوم ندرس الجلالين كنا ندرسها معه ونستفيد منها فائدة عظيمة. نعم.